السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا. إن شاء الله ضمن موضوع الكلايمت تشينج راح أسوي لكم بلاي ليست خاصة بالكابلت انتر كومبارجن بروجكت ضمن الفيس، أي فيس. هذا ضروري حتى، لأن هذا صراحة يراد لوحدة في 10 محاضرات أو أكثر، حتى نعلمكم إن شاء الله شلون أنت تنشئ بروجرام خاص بك، شلون تستخدم الجايد لاين لليوزر، شلون، لأنه صراحة شفت أني خلال متابعتي الفترة هاي أنه ما لقيت أي أحد مهتم بشرح هذه الأمور، على الرغم هاي الأمور اللي هي البرامج الخاصة يعني النماذج المناخية تشخيصها مقارنتها، يعني قليل جدا يتناولوها ضمن اليوتيوب، حتى ضمن يعني الريسيرش جوجل ما منتشرة. فهاي حصيلة يعني نتائج دراسة تقريبا شهر أو أكثر من البحوث الحديثة والمتقدمة وغيرها، بالإضافة إلى الاستفسار عن طريق أصحاب يعني الشأن ضمن التواصل وياهم. يلا تعلمنا هاي المعلومات، فحبينا إنه هاي المعلومات اللي نستجمعها ننطيها لكم حتى تستفادون منها إن شاء الله. أول موضوع، أنت المفروض من تجي تدخل بموضوع النماذج المناخية وتنزل سواء كانت للماضي أو للحاضر أو للمستقبل، أنت تخلي ببالك أول شغلة لازم تعرف التقرير اللي أنت تشتغل عليه اللي تنشئ الهيئة الحكومية المعنية بتغيير المناخ، ضمن أي فيس أنت تشتغل، شنو آخر تقرير، أكيد تشتغل أنت تكون دراستك على آخر تقرير. نجي هسه احنا احكي بالنسبه للكابلت موديل انتر كومبارجن بروجكت اللي هو ضمن الفيس السادس. شو اقصد به؟ لانه حاليا التقرير السادس مال الكلايمت تشينج ريبورت اسسمنت صدر، فاصدر هذا المشروع المقارنه الخاص به. فنرجع عليها شغله، انت شو تسوي حتى توصل لهاي البيج؟ ايش تكتب عليها؟ تكتب يعني على الجوجل بحث بصوره عامه، تكتب CIMB User Guide، تمام عيني. هاي CI حسب الفيس اللي انت تشتغل عليه، هاي لاحظ هاي العبارة CI الكابلد موديل انتر كومبارجن بروجكت 6 الفيس اللي انت تريد تشتغل عليه User Guide، تمام. انا راح اكتب لك اياها مبنى بصندوق الوصف حتى خاف بالمستقبل انه يتطور، ان شاء الله تشوف هذا الفيديو بالمستقبل بالوقت الحاضر anything. فانت مجرد تغير هاي الحرف اللي الرقم العفو الموجود هنا 789، تمام، تكتب يوزر جايد. مجرد ما تكتب هذه الكلمه راح تروح على اول وحده اللي هو الجايدنس المؤشر او الدليل لاستخدام البيانات، تدخل عليه او تدخل على الثاني فور مودلر جايدلاينز، تمام يعني براكتسيز، هذا ايضا اثنيناتهم فعالين ماكو مشكله، تدخل على الاول على الثاني على الثالث السايتيشن، تمام، راح يدليك على هذا البيج. فهذا اذا راح اترك لك اياه الرابط بالاضافه الى العنوان اللي انت حتكتبه ان شاء الله. اترك هنا هاي الامور كلها يعني اسولف عنها بالديسكربشن بوكس. نجي راح تطلع لك هاي الواجهه الرسوميه اللي اسمها بروجرام البرنامج اوف كلايمت موديل الموديلات المناخيه دايجنوس التشخيص ار انتر كومبارجن والمقارنه، تمام. هذا راح ينطيك الجايد لاين باستخدام هذا مشروع المقارنه اللي هو الكابلد موديل انتر كومبارجن حسب الفيس اللي انت راح تشتغل عليه. راح يعطيك دليل كامل باستخدام البيانات، الوصول الى البيانات، تنزيل البيانات، هل تريد البيانات انت بوينتر او جريد شبكه الى غيرها، تمام عيني. هذا يحكي لك المؤسسين اللي خاصين به، وطبعا هذا مدى يعني العديد هم لانهم مشاركين حول كل دول العالم. هذا النوع احد يجي يسالني دكتوره انا ليش ما من اريد اوصل لهذا الجايد لاين، خاصه مثلا اذا انت بعد طور العمل لحد الان، ليش ما القى بي دي اف وانزله واشتغل بي بي دي اف؟ لا، يسمونه لايف دوكمنت، هاي النوع من الجايد لاين ما ينزل لك بي دي اف، يسمونه لايف دوكمنت لانه قابل للتحديث، لانه الاكثر انسرتينتي تجيك هي من الموديلات المناخيه، من الكلايمت موديل، من الجنرال سيركوليشن موديل او الجلوبال موديل. فشنو يسوون حتى يحدثون دائما اذا اكو اخطاء في مكان ما يشخصوها ويحدثوها؟ عن طريق من؟ عن طريق الباحثين المستخدمين اليوزرز المستخدمين لهذه الموديلات، فما يقدرون يثبتوا لك جايد لاين يقول لك انه هذا خلاص هذا ثابت استمر عليه مثل السوفت وير، لا. هذا يختلف لانه هاي موديلات مناخيه، فما راح تلقى انت الجايد لاين مالتهم عباره عن بي دي اف، وانما راح تلقاه عباره عن لايف دوكمنت، تمام عيني. هاي اهم فقره تنتبهوا لها،
لانه يعني ضروري الواحد يعرف هاي الامور. هنا راح تلقى الهوم، تمام، تلقى الاباوت، تلقى السيرش، تلقى الديكومنت فيرجن، تلقى الطور اللي انت يعني تشتغل عليه، تمام عيني. فهسه انت هنا شوف هذا الايرث سيستم موديل ايفالويشن بروجكت. نجي هنايا على الكابل موديل انتركومبارجن بروجكت، وهذا انا شارح شنو معناه بالمحاضرات والبلاي ليست الخاصه ضمن الاناليسيس اوف كلايمت تشينج، وشنو الاطوار مالته، وعلى اي اساس يكون هذا الطور وغيرها. الاوفر فيو هاي نظره عامه يحكي لك عن الكابل موديل انتركومبارجن بروجكت، تمام عيني. ويقول لك انه الوركينج جروب اوف كابل موديل سوى يعني ضمن المشروع الابحاث المعنيه بتغيير المناخ انشأ هذا الكابل موديل انتركومبارجن بروجكت اللي هو ناو ضمن حاليا نعطيك حسب الفيس المتواجد حاليا 6 اسسمنت ريبورت فيس باك جراوند انفورميشن. تقدر تعرف الباك جراوند وتقرا عن الكابل موديل انتركومبارجن بروجكت عن طريق هذا الويب سايت، تمام عيني، او عن طريق هذا الويب سايت. يعني ينطيك عده امور حتى تقرا الهيستوري مال الموضوع. فده يقول لك احنا البراكتيكال بصوره عامه مال الفيس هذا يتضمن لك ثلاث جايد لازم تعرفهم انت، 3 جايد توتوريال ان ديفرنت جروب. الاولى المودلر النماذج اللي كارينج اوت اللي راح تتم بها عمليه السيموليشن. الداتا مانجر اداره البيانات اللي هي المسؤوله عن الداتا نود اوبريشن، والداتا يوزر اللي هو اناليسيس اند ميكينج يوز للكابل موديل انتركومبارجن بروجكت، تمام عيني. وهسه الثلاث تقدر تروح منها على وحده من عندهم تشتغل عليهم، تروح على المودلر، تروح على، تمام عيني. هذا ضروري جدا الموديل اوتبوت اكسس شلون توصل له تسوي الداتا هاي. ان شاء الله صراحه هذا الموضوع سبق ونوهد قلت لكم انه قليل جدا ناس شارحه عنه، واصلا ما شارحين عنه، كم فيديو بسيط جدا هندي يدخل على الموضوع بسرعة شلون تسوي جريد وخلاص، ما يدخلون بهذه التفاصيل العميقة. فصراحة أنا أعتبر الباحث أو طالب الدراسات العليا سواء كان من يعني من درسة عن طلبة الماستر أو طلبة الدكتوراه، وعلى الأغلب هاي المواضيع الكلايمت تشينج وغيرها تأخذ عند طلبة الدكتوراه، فالمفروض يعرف تفاصيل هذه الموديلات وشون استخراجها وشون حتى أنت تكون فليكسبل بكل التغييرات. أول شيء بالبراكتس جايدلاين إنها متنزلة عندك الأوفر فيو، تمام، بالأوفر فيو تروح على الجايد أوف داتا يوزر لاستخدام البيانات، تمام. فدي يقول لك هاي الاكسبيرمنت ديزاين الموديل اوتبوت شلون دي يسوي لها، شلون الوصول الى البيانات غيرها. هسه نجي على اول وحده اللي هي الجايد فور براكتسنج مودلر. هذا شو يضمن لك؟ يضمن لك هذا عده خطوات. الخطوه شنو هي؟ اول شيء الريكويرمنت اند اكستراكشن. هذا شنو معناها؟ دي اشرح لك اياها هاي من نعطيك اياهن كتعداد، وهذا الديكومنت شو يوضح لك. يقول لك انه هاي البرنامج اللي هو يعني الموديل او الواجهه الرسوميه يعني تقبل يعني انه انت مثلا دا تشتغل ضمن منطقه دراستك استخدمت عدد من الموديلات والنماذج المناخيه اشتغلت عليها، ممكن هم يقبلون شغلك ويضيفونك كرفرنس ضمن يعني كرفرنس ضمن هذا الموديل. فشلون يضيفونك؟ لازم انت تكون مسجل عندهم، تمام، يعني عندك افليشن ومسجل عندهم وكذا حتى يقدرون انه هم يضيفونك من تشتغل الشغل عليه. فدي يقول لك البيرسونال نيم الايميل افايلبل لازم تسجل ضمن موقع جيث اللي هو هنا تلقاه. لاحظ انديكيت هذا الدبليو ار سي كابل موديل انتركومبارجن بروجكت، تقدر تسجل انت بهذا الموقع راح تلقاه انت اصلا هنا، وراح تركتك ايضا الويب سايت مالته تقدر انت تلقائيا هنا تتواصل وياهم. هذا الكونتريبيوشن منه موجودين تقدر تتواصل وياهم ايضا كتابيا اذا عندك اشوز مشاكل ظهرت لك. فهسه احنا شلون اروح على البرنامج الرئيسي واسجل به؟ يعني يكون لي حساب كرييت اكاونت. فاول يعني موضوع اليوم نتكلم به، وبالمناسبه هذا الجايد لاين راح يرافقنا خلال رحله تعلم الكابل موديل انتركومبارجن بروجكت بالكامل، لان راح نجي على خطوه خطوه نوضحها ونطبقها. هسه اول شيء احنا نريد ننشئ كرييت اكاونت ضمن البرنامج، فاول خطوه لازم احنا نروح على البرنامج. شو تسوي انت؟ تكتب هنا كابل موديل انتركومبارجن بروجكت داتا داونلود، داتا داونلود، تمام.
مجرد ما تكتب راح يوديك على الهوم، هاي معناها Earth System Grid Federate، يعني نظام اتحاد شبكة الأرض، Compute on Grid اللي هو حساب الشبكات، تمام؟ هذا المختصر مالته، وتقدر تبحث عنه بالنت وتعرف هاي المؤسسة وغيرها. فهسه تدخل على الهوم مالتها، مجرد ما تدخل راح يدليك مباشرة ضمن الورد كلايمت ريسيرش بروجرام على الكابلد موديل انتر كومبارجن بروجكت الفيس السادس. هسه نجي على اول خطوة، انت قبل ما تبلش بالداتا سيت وشلون انزل بيانات وغيرها والسمري، تروح على ان تسوي كرييت اكاونت. اذا انت مسوي اكاونت بالحالات المقبلة مجرد تسجل دخول، لكن اذا ما مسوي فتروح على كرييت اكاونت، يعني ضرورية هاي الخطوة حتى خاف بالمستقبل انت تنشر بحوث كذا غيرها، هم تلقائيا راح يعرفونك ب يعني يضيفونك ضمن الاكاونت مالتك. بس نجي هنايا تضيف انت يوزر، مجرد ما تدخل على كرييت اكاونت اذا انت ما عندك حساب مسبق فيه، انت تلقائيا راح تضيف يوزر. طبعا دا يقول لك ها مطيك الخصائص مالته، انه يريد من 5 الى 30 كاركترستيك، يعني من 5 الى 30، تمام. ليترز يتضمن كذا كذا، يعني فتقدر هسه هناك اكتب ات بعدين الفيرست نيم، اوكي اللاست نيم، الايميل تترك ايميلك اللي انت تريد تشتغل عليه اصلا. نجي الباسورد، تقترح انت باسورد او هو راح يمتلك تلقائيا باسورد، يوزر باسورد اللي يقترح لك اياه الجوجل تقدر تستخدمه. يس عفوا هذا الباسورد مال فهسه اقترح، ودي اقول لك اتلست 8 كاركترستيك يتضمن، فتقترح لي انت اي باسورد. ها اذا ما اتطلب الهذا يقول لك الباسورد does not meet the required criteria، تمام. نجي الكونفيرم باسورد، لازم نفس الباسورد اللي استخدمته هنا تضيفه هنا، تمام. وراها الانستيتيوت، انت يا مؤسسه من تبي، حسب مؤسسه شركه جامعه تكتبها هنا بالكامل الكامل، عفوا ديبارتمنت القسم، المدينه والستيت والكونتري البلد، والانسيرت كيورد شنو الكيورد، انت الانسيرت ستيتمنت شو تريد تشتغل، كلايمت موديل مثلا، مثلا تشتغل هيدرولوجيكال موديل، تشتغل كابلد موديل انتر كومبارجن بروجكت، تشتغل انسيرتينيتي، يعني انت شنو اهتماماتك بهذا الموضوع، ليش دخلت له اصلا. فتكتب فد كيورد بسيطه او جمل مهمه او مهتمه انت تهتم بهذا الموضوع، ورا ذلك بعد ما تخلص هذه الخطوة تنطي هذا الباسورد اللي هو حتى يتحقق من عندك انت نوت ريبورت، وتقول له صمت. هسه انا تلقائيا راح اوقف الفيديو بشكل مؤقت، بس اكمل هذه البيانات امليها حتى ما ينأخذ من وقت الفيديو، وبعدين اشوفكم ياهن على ان شاء الله نكمل الفيديو. Okay.
فهسه هنا مثل ما تلاحظ ملينا كل المعلومات الخاصه بالتسجيل، وصلنا للانسيرت ستيتمنت. انا اخذت الكيورد اللي يعني ضمن داون سكيلينج، كلايم سيناريو، فيزا كوركشن، غيرها الى هذه الامور. بعدين تكتب انت الرمز الخاص به هنا، تقول له سبمت، فقط الباسورد ما يلتقي. تمام، نعدل الباسورد فقط. هسه هنا نقدر نكمل تلقائيا، كله صدمت. هذا الكونتري لازم نضيفه، ريسيرش كونتين انفال كاركترستيك، لازم هنا نقلل من الكاركترستيك الخاصة بهن، يعني اشيل هاي الفوارز وغيرها لان تكون غير مسموحة، يعني فقط كلمات بدون فوارز. بس نكمل، مجرد كان اكو رمز من الرموز بهن بالحرف باللغة العربية فما تقبله، مجرد ما رفعناه هسه يقول لك ثانك يو، يقول له سبميت، تكتب الباركود حتى يتأكد انه تريبورت. ثانك يو فور كرييتنج ان اكونت، يو كان ناو لوجن. تمام، هسه الاوبن اي دي لوجن تقدر تختاره مباشرة، اوبن اي دي هو انطاك اياه وكأنه، تقدر انه تسجل بيه، تحفظه يمك غيرها، تحفظه ضمن مستودع خاص بيه، وتقول له هنا لوج ان سجل، حفظ لك اليوزر نيم والباسورد الخاص بيك، تقول له صبمت. هسه تروح تفتح الايميل مالتك، راح تقدر تسوي له كريت. هسه تلقائيا تسجل هذا ماي بروفايل، انفتح. هاي اول خطوة انت تسويها شنو؟ تروح تسوي البروفايل الخاص بيك، هاي ضرورية الخطوة جدا، يعني مهمة. أول خطوة لازم أنت عندك يعني أكاونت بالموضوع. لاحظ هسه هنا قبل كان كرييت أكاونت، هسه طلع الأكاونت. إذا أول خطوة تسويها، قلت لكم إنه إنشاء الحساب مفيد جدا، خاصة إن أنت راح تحصل بيانات مستقبلية وتقدر تنشرها ضمن الويب سايت اللي خاص بيهم ونشروها إلك. فأول شيء لازم يكون عندك يعني مكان أو موقع مخصص. ثانيا تروح تسجل بموقع جيث، أيضا تسجل بي، أيضا تسوي هنا أكاونت ساين إن. تمام، مجرد ما تقول له ساين إن تقول له كرييت أن أكاونت، تقدر هنا تقول له كرييت أن أكاونت، راح ينشئ لك حساب جديد، لأن هذا الموقع راح يساعدك أن البيانات اللي خاصة بيك تقدر تنشرها. أيضا راح يفتح لك هنا واجهة اعتيادي، يطلبون عندك بيانات، وانا راح اترك لكم اللينك مال هذا الموقع اللي تسجل به. صراحة هاي الخطوات بالتفصيل لموقع الكبض مولي الانتر كومبارجن بروجكت، يعني ما احب انه اشرح لك خطوة فقط نزل البيانات وغيرها. هنا تدخل الايميل الخاص بيك، وبعدين تقول له كونتينيو. هسه مجرد الايميل ناخذ هنا، يعني راح اغلق التسجيل لفترة قليلة، اكتب الايميل وارجع لكم ان شاء الله. تلقائيا هنا بعد ما تكتب ايميلك راح يقترح لك هو باسورد قوي، تقول له انتر يوزر نيم، فراح انطي هسه اني يوزر نيم خاص بي. تقول له كونتينيو، بعد ذلك تقول له كونتينيو. بعد ما تقول له كونتينيو راح يدلك على خطوات بقية قليلة جدا تنشأ بها الموقع. هذا تحتاج الموقع ان شاء الله من تكمل بحثك وتصدر لك نتائج وبيانات وريزلت، وتسوي لها ايفالويشن وتنشرها اذا تمكنت انه تنشرها ضمن بيبر معين او مجلة معينة يعني معتمدة عالميا، تقدر هاي البيانات او هذه الريزلت او هذه الديتا تشاركها ضمن هذا الموقع ويصير اسمك كرفرنس، يعني انت تصير مصدر معتمد ضمن نظام شبكة اتحاد الأرض للموديلات المناخية
بالتشخيص والمقارنة، ذلك ناس عن أن تكون بارجة. فهذه الخطوات بسيطة تتبعها أنت حتى أنه تكمل طريقة التسجيل. هسه تلقائيا نرجع نكمل هالدني، نقول له كونتينيو، تحول لك باللون الأخضر، يعني هذا الشيء مسموح به. تمام. فهسه هنا would you like to receive the product update؟ إذا تقول نعم أنا أريد أستلم يعني التحديث الأبديت مالته، تقول له وس حرف واي، وإذا نو فقط حرف أن. فهسه تقول له مجرد واي. إذا تريد تستلم الأبديت تقول له واي، وإذا ما تريد تستلم الأبديت اللي يصير ضمن الموقع تقول له نو. طبعا راح تستلم على الإيميل اللي أنت سجلت به. تمام. هسه تلقائيا هنا لذا يقول لك هنا solve، كليك ستارت، هاي مجرد حماية حتى يسوي لك verification، verify your account، حتى انه كليك بال continue، تحل هذا اللغز حتى انه يتأكدون من عندك انه انت not robot. بعد ما تنتهي تكون هذه الخطوة انتهت من عملية التسجيل. إذا محاضرتنا لهذا اليوم تناولت طريقة التسجيل بموقع الكابل مودي الانتركوم بارجن بروجكت، وهو هذا الأهم، يعني أهم شيء أنه أنت تسجل من الموقع الرئيسي. يبقى أنه أنت تريد أصلا تسجل ضمن يعني ضمن الموقع أو ما تريد تسجل، هذا يعني تريد موقع جيت. إذا أنت تريد تشاركهم بالمستقبل تقدر، ولا تقول لا أنه أني نورمال ما عندي إشكال ما أريد، مجرد أريد أنزل البيانات، فتكتب فقط بتسجيلك هذا. أنا راح أترك لكم كل الروابط إن شاء الله حتى تقدرون تشاركون وتسجلون به. إذا أول محاضرة بالمناسبة راح أسوي بلايست خاص بالكابلد موديل إنتر كومبارجن بروجكت، حتى تكون خطواته كلها واضحة به، ما تختلط ويا كلايمت تشينج، لأن صراحة هذا الوحدة موضوع واسع جدا، تنزيل البيانات وغيرها وعملها كلش موضوع معقد، موضوع أبد مو سهل. فساعدكم اي خطوه لحد الان تتكلم بعمليه تسجيل الموقع او عمل بروفايل خاص بك ضمن الويب سايت، تقدرون تراسلونا على القناه ان شاء الله نجاوبكم، واذا يحتاج الامر الى فيديو نسوي لكم فيديو خاص بي. نلتقي بكم ان شاء الله بالفيديو اللاحق. دمتم بامان الله وحفظه.